بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، كيف لو سمعت صراخهم وعويلهم وهم لا يسمعون ولا يبصرون؟ كلما دخلت أمة إلى النار لعنت أختها، يتسابون ويتلاعنون ويتلاومون وكلهم في العذاب خالدون. يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فلا يسمع كلامهم ولا يجاب دعاؤهم ولا يرحمون. إنها النار عباد الله، إنها النار يا عباد الله، دار الذل والهوان، دار العذاب والخذلان، إنها دار الشقاء والندامة والبكاء. تجري دموعهم في نار جهنم بحارا وأنهارا، ولن ينفعهم البكاء. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. نريد أن نحافظ على الصلوات، نريد أن نشهد الجمعة والجماعات. سأل الحجاج سعيد بن جبير، بلغني أنك لم تضحك، بلغني أنك لم تضحك قط. قال كيف أضحك، كيف أضحك وجهنم قد سعرت، والأغلال قد نصبت، والزبانية قد أعدت. وقيل لمحمد بن الواسع لما لا تتكئ في المجالس؟ قال إنما يتكئ الآمن، وأنا لازلت خائفا. عباد الله، عباد الله، كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، فضيعوا أوامره ونواهيه، تناسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أنجوا بأنفسكم من النار، أنجوا بأنفسكم من النار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أنجوا بأنفسكم من النار،
أنجوا بأنفسكم من النار، ووالله إن لم تتداركنا رحمة العزيز الغفار لنكونن من الخاسرين. فاجعل همك وشغلك الشاغل الفرار والنجاة من النار، فإنك إن نجوت من النار دخلت الجنة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.